صباحكم رائع متابعينا، ومثل ما عودناكم كل مرة عم نجيكم بحلقة جديدة بمواضيع جديدة، وأكيد هالمواضيع بتهم كل عيلة موجودة معنا ومن متابعينا. صباح الخير مجد. صباح النور مريم. صبحنا اليوم والطقس حلو والشمس طلعت من جديد وفرصة الناس هلأ تعمل رياضة، تنتبه على صحتها، تنتبه على أكلها، هاي نقطة كتير مهمة. وإحنا كمان فرش جايين نعمل حلقة كلنا طاقة مع هالشمس اليوم. مزبوط، خلينا نشوف عناوين حلقتنا لليوم. أكيد هي بتهم كل العيلة، واليوم بخص في موضوع التغذية عم نركز على الصغار. موضوعنا بتعلق في سمنة الأطفال، ورح نعمل على الهواء مباشرة نظام غذائي صحي خاص بالأطفال، بينما بفقرة الرياضة راح نعمل تمارين خاصة للركبة وتليين الركبة. فأي حدا عنده مشكلة، وهي للأسف كتير بعانوا، أو مشكلة الركبة عم نلاقيها عند كتير من الناس صاروا بمختلف الأعمار حتى الأعمار الصغيرة، فأكيد اللي بهمه هالموضوع لازم يحضر الحلقة للآخر عشان يستفيد منها. بينما بالنسبة لسؤال حلقتنا الماضية كان بحكي نط الحبل هل هو من التمارين الهوائية أو تمرين لا هوائي أو تمرين قوة؟ وطبعا الإجابة الصحيحة هو تمرين هوائي. بدنا نشكر كل الناس اللي بتتواصل معنا، اللي بتبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، أو حتى اللي بحكوا معنا على البرنامج، بنحكي لهم شكرا كثير، احنا بننبسط بتفاعلكم. وأكيد بالنسبة لليوم عندنا سؤال جديد. مثل ما عودناكم في كل حلقة بنشارككم بحلقتنا وبندمجكم من خلال سؤال الحلقة اللي بينزل على صفحتنا على الفيسبوك بعنوان برنامج عود الرومان. طبعا بتقدروا تجاوبوه عن طريق انبوكس أو كومنت. فسؤالنا لحلقتنا لليوم بقول: ما هو أقصى معدل ضربات القلب لشخص في عمر 30؟ خلينا نشوف الخيارات. الخيار الأول 200 ضربة، أو 150، أو 190. نحن عم نحكي على الهارت ريت بهذا السؤال، إيش أقصى هارت ريت من الموجود لشخص في عمره 30؟ خلينا نرجع نعيد السؤال لكل اللي ما لحق السؤال. سؤالنا بحكي: ما هو معدل ضربات القلب لشخص في عمر 30؟ هل هو 200 ضربة، أو 150، أو 190 دقة؟ عم نحكي في الدقيقة الواحدة. فاللي بيعرف الإجابة الصحيحة بيقدر يشاركنا على صفحتنا على الفيسبوك، أو حتى بيقدر يحكي معنا، أو حتى أي شخص عنده استفسار أو سؤال معين سواء بالتغذية أو بالرياضة أكيد بيقدر يراسلنا أو يحكي معنا هون على الهواء. كمان من هون بدنا نذكركم متابعينا أنه فيكم تتصلوا معنا على الهواء على الرقم الأرضي اللي هو 02-297-8029، وأكيد أنا ومجد رح نكون معكم على الهواء لنجاوب أي استفسار بهمكم، أو فيكم كمان تجاوبوا سؤال الحلقة على الهواء. خلينا نبلش اول فقراتنا ولكن بعد البريك. Diamonds all in my brain.
ورجعنا متابعينا هلا لنحكي اكثر في موضوعنا اللي هو بتعلق في سمنه الاطفال وتركيزنا اكثر على تغذيه الاطفال. طاولتنا اليوم ملونه وعليها كثير اشياء زاكية، طقمنا صار بده يفطر من هلا، بس استنوا شوي لنخلص الحديث عن الاكل بدنا تاكلوا كل شيء. للاطفال للاطفال اليوم موضوعنا للاطفال، فالطاقم هم ما لهم دخل. بس منظر الطاوله مشجع للاكل. مزبوط، مش نقاش، لانه الاكل الصحي هو زاكي طبعا. فاليوم السمنه عند الاطفال هي صارت مشكله بتواجه المجتمعات بشكل كثير كبير، عم نحكي لانها عم تزداد خاصه بالفتره الاخيره وخاصه في المناطق العربيه او العالم الثالث زي ما هم عم بيحكوا انه عم بتصير نسبه السمنه اكثر واكثر في هالمجتمعات هاي. عشان هيك احنا لازم ناخذ الموضوع بشكل كثير جديد ولازم جدي وبشكل يعني متعاون بين المدارس، بين الاهل، بين المجتمع ككل، لانه هاي المشكله عم بتواجه مش بس الاسره، كمان عم بتواجه المجتمع بشكل عام. فعشان هيك لازم ناخذها بشكل جدي، لازم يكون في تعاون كثير كبير، لازم يكون في قرارات جايه من الدوله نفسها، قرارات من المجتمع، عشان نقدر نتحدى هاي المشكله ونواجهها بالشكل الصحيح. وما ننسى كمان انه تغذية الطفل كتير بتأثر على مستقبله، على حياته كمراهق، على حياته كبالغ، فبرضه تأسيسه من ناحية الغذاء كتير مهم، كيف بيطلع صحته لقدام. أكيد. شو الأعراض لكتير أنواع من الأمراض طبعا بتختلف، فكتير مهم انه نسلط الضوء على هيك موضوع، خاصة بالزبط. ببرنامج مثل هيك للكل يوعى على هاي المشكلة ممكن تصيب أي حدا. مربي هلأ احنا كمان رح نحكي ايش هي أسباب السمنة وليش هي في تزايد في هاي الفترة او في الفتره الاخيره. هلا عم نحكي احنا في المجتمعات تبعتنا او المجتمعات العالم الثالث عم تزداد النسبه، لان مؤخرا اخر الدراسات عم تحكي انه 30% من الاطفال هم عندهم زياده في الوزن او سمنه، او هالموضوع عم بيزيد، بينما في مناطق غير في العالم او في المناطق المتقدمه صارت هالنسبه عم بتقل، لانه صار في تعاون او في خلينا نحكي تحديات من كمان من المجتمع وتعاون من المجتمع وقرارات دولية عم بتحاول تحد من هالمشكلة. فياريت احنا كمان هلأ في هالعالم تبعنا او في مجتمعاتنا ان نحاول نواجه في هالمشكلة بطريقة جدية اكيد، ويكون في تعاون دايما بين الاسرة والمدرسة والمجتمع عشان نقدر نتخطى هاي المشكلة. خلينا نحكي شو اسباب السمنة عند الاطفال او ليه عم بتزيد هاي الظاهرة. في البداية هو اهم نقطة هو قلة ممارسة الرياضة أو النشاط البدني. الأولاد خلقانين عشان يعملوا رياضة بطريقة أكثر من هيك، يكونوا يتحركوا ويلعبوا أكثر من اللي هو هلأ عم بصير معهم في حياتنا. هلأ بنشوف كل الأطفال هم طلعوا عن طبيعة الطفولة، بنلاقيهم أكثر بتضلهم على الفيديو جيمز، على الآيباد، على التلفونات أو على الآيفون، على هاي الأشياء بنلاقيها الإلكترونية، وطلعوا عن طبيعتهم اللي هي الحركة والنط اللي هم لازم يكونوا عم بيعملوها في سنهم. وهذا العامل المجد كتير بيعتمد على وعي الأهل بهيك مشكلة. كتير مهم الأهل كمان ينتبهوا على حركة أولادهم، بدل ما نروح نقعد بالبيت نحضر شيء على التلفزيون، ناخدهم على منتزه يطلعوا يلعبوا يشعبتوا قد ما يكون عمرهم حلو. الطفل يركض، يتخبى، يطلع، ينزل. غير على هيك لما بيوصل العمر نقول من 5 سنين وطالع، ضروري الأهل ينتبهوا على قديش مهم الطفل يعمل حيالله نوع رياضة. ممكن يدخلوا الطفل في نادي رياضي، برأس، بباسكت، بكرة قدم. غير على هيك كمان هاي نوع الرياضات بتنمي كمان عقل الولد، وعي الولد، وقديش هو كم ممكن يكون فرد منتج بالمجتمع. فلهيك خلينا نهتم كأهل وكمجتمعات وكبلد قديش مهم تتوفر عندنا هالنوادي الرياضية وهل الفرق الرياضية اللي يدخلوا فيها كمان الأطفال. عشان هيك مربي أنا بحكي لازم يكون في تعاون بين الأهل وبين المجتمع ككل، عشان ما نلقي كل المسؤولية على الطفل. أكيد الأهل هم قدوة حسنة دائما لأطفالهم. غير قلة الرياضة للأسف اللي عم بتصير عند الأطفال، هو كمان العادات الغذائية الخاطئة اللي كمان منتشرة بين الأطفال، اللي هو الأكل الغير صحي العالي جدا بالسعرات الحرارية، العالي جدا بالسكاكر وبالدهون. أكيد هاي كلياتها من المسببات الرئيسية لزيادة الوزن، انتشار
الجانك فود والمسليات بشكل كتير كبير ومتوفر كمان بين ايدين الاطفال، هو كمان من احد الاسباب للسمنة. غير هيك من الاسباب الكمان مهمة للسمنة هو البيئة المحيطة، يعني لما يكون الطفل هو في بيت حواليه كتير الاكل بكون دسم او الاكل فيه كمية دهون عالية، او كمان احنا في البيت طول الوقت منجيب فاست فود او كمان جانك فود الشيبس والشوكولاتة متوفرين قدام الولد، فاذا البيئة اللي حواليه هي كمان بيئة خاطئة عم بتشجعه انه يمشي فيها السلوك وانه يزيد وزنه بطريقة او باخرى. غير هيك كانتين المدرسة، بنلاقي كمان كانتين المدرسة له كتير دور كبير لانه الولد بقضي نص نهاره في المدرسة، فايش متوفر فيها البيئة اكيد رح يشتري ورح ياكل من الخيارات المتوفرة. فاحنا بنحكي اذا كانت البيئة حوالين الطفل هي بيئة صحية، الاهل عم بينتبهوا على نوعية الاكل وعلى ايش بياخذ الولد خلال النهار اكيد رح يكون وزنه مناسب. بينما اذا كانت البيئة غير صحية وعم بنركز على الاكل العالي بالسعرات الحرارية والعالي بالدهون اكيد هذا رح ينعكس على جميع افراد الاسرة بما فيهم الاطفال. فهاي النقطة كتير مهمة وهون كتير بيرجع المسؤولية للاهل وللمدارس. من الاسباب كمان للسمنة هو اسباب نفسية، بنلاقي انه الطفل اذا كان في يعني في مشاكل نفسية او في ضغوطات نفسية بيعاني منها الطفل، حيالله مشاكل ممكن تكون عائلية، ممكن يكون انفصال في عند الاهل، حيالله مشاكل ممكن تأخر في الدراسة، بنلاقي الولد عم بنفش في الاكل وبصير يتجه اكثر للاكل، فكمان هاي النقطة لازم ينتبهوا عليها الاهل وينتبهوا عليها في المدرسة ونشوف شو السبب الرئيسي للتوجه دائما او النهم في الاكل بهاي الطريقه، ونحاول نعالج المشكله، واذا كان في سبب رئيسي لازم نعالج المشكله عشان تنعكس على النفسيه وتتحسن ونغير السلوك. من هون ممكن بيسوى انه نذكر عفوا المتابعين انه فيهم كمان يتصلوا معنا بتليفون مباشر على حلقتنا لليوم، وتليفوننا هو الارضي 02-297-8029، وفيكم تحكوا معنا على الهواء وتستفسروا عن موضوع الحلقه وعن اي موضوع تاني ممكن يهمكم. هلأ مربي إحنا ليش منخاف من السمنة خاصة للأطفال؟ بالسبب الرئيسي لأنه 70% من الأطفال اللي بيكون عندهم سمنة في سن الطفولة رح تكمل معاهم لسن البلوغ والسن فيما بعد. فيعني الأطفال اللي عندهم سمنة إحنا منخاف عليهم بعدين، ومنخاف عليهم كمان خلال فترة الطفولة لأنه كمان بيكونوا معرضين للأمراض اللي هم لسه كتير بكير عليها، وحتى ممكن إذا هم انتبهوا على صحتهم ما يكون عندهم هاي الأمراض، ولكن عم نلاقيها كمان صارت عند الصغار مثل ارتفاع ضغط الدم، النوع الثاني من السكري وأمراض القلب للأسف صرنا نلاقيها كتير 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 منتشرة بين الأطفال، وكلها جاي طبعا بسبب السمنة. غير هيك كمان من المخاطر السمنة أو انعكاسها على الأطفال هو قلة الثقة بالنفس. بنشوف الطفل إذا كان عنده وزن زايد أو مختلف عن أصحابه أو الأولاد بجيله هذا كمان بيأثر على نفسيته، بصف الولد عم بيستحي اكثر، ما بحب يواجه المجتمع، ما بندمج اكثر مع اصحابه مع اولاد جيله، فهي نقطه كثير بتاثر على نفسيته واكيد رح تاثر عليه لاحقا في حياته. معنا رشا كمان مره بحلقتنا لليوم، صباحك خير يا رشا. الو صباح الخير. صباح الفل. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. وعليكي كمان. بدي اسال بالنسبه للسمنه للاطفال، عندي بنت 3.5 سنين عمرها، طولها 1.05 ووزنها 20 كيلو، بس هي ملانة قلبوزة بس الصحة متناسقة مع جسمها. بدي أسأل إذا في سمنة عندها هيك زيادة ولا كيف نسبة السمنة عندها؟ أكيد هلأ مجد بتقدر تجاوبك عن سؤالك. بدي أحكي يا ريت تعملوا حلقة هيك خصوصي عن الحساسية ضد القطط أو ضد الحيوانات اللي بتكون في البيت للأطفال. أوكي. ولا يهمك. ليش بطلتوا تيجي يوم الأحد؟ عم نيجي يوم الأحد لا مس؟ بس إعادات مش مباشر صح؟ مظبوط، الحلقة المباشرة فقط بتكون يوم الجمعة والأحد تسجيل بتكون. طيب ماشي، شكرا لكم، يعطيكم العافية، بنحب نشوفكم دائما. شكرا لك يا رشا. رشا بالنسبة لسؤال رشا، أنا أكيد هلأ رح أتطرق للموضوع، رح نحكي أكتر كيف نقدر نعرف إذا الولد عنده سمنة أو لا، بس خليني أحكي عن مخاطر السمنة. ظلت النقطة الأخيرة أنه كمان الولد ممكن إذا بكون عنده سمنة كمان يأثر حتى على تحصيله الدراسي، بصير أحيانا في عندهم تراجع في الدراسة لأنه ممكن السمنة ممكن تأديهم للكسل والتخمة وحتى قلة التحصيل الدراسي. فهاي كلها من المخاطر اللي بتأثر عليها السمنة، بتأثر على الأطفال في هاي النوع.
النواحي. بينما اذا بنقدر نعرف انه الطفل سمين او غير سمين، هلا رح نشوف رح يمرق معنا رسم بياني ورح نعرف من خلاله اذا احنا اطفالنا عم بيعانوا من السمنه او لا. تليفون ثاني معنا لليوم صفاء من بيت لحم. السلام عليكم. هلا صفاء، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، كيفك انت؟ الحمد لله بخير، تفضلي يا صفاء. لو سمحتي انا حامل بالشهر الثاني. اوكي. وخلال شهر تقريبا زدت 3 كيلو. بالشهر الثاني؟ اه. وزدت 3 كيلو؟ وبحس انه عندي، بحس انه نفسي مفتوحه اكل كثير كثير كثير، حتى بالليل بقوم باكل. اوكي يا صفاء، اكيد رح اجاوبك. طب شو السبب بتقول او المشكله؟ صفاء قديش وزنك بس قبل؟ انا كان 64 اليوم، خلال قبل شهر اليوم 64. تمام، وطولك قديش يا صفاء؟ طولي 167. 167 تمام. هلا 64 وزنك الحالي مظبوط؟ لا، وزني الحالي قبل شهر 64، هيك 67 ونص يمكن. طب اكيد رح اجاوبك صفاء، شكرا لاتصالك، شكرا كثير. هلا بالنسبه لصفاء رح اجاوبها مباشره. دائما انت وزنك كان تقريبا نورمال او طبيعي قبل الحمل، ولكن انا بحكي في الفتره الاولى من الحمل، يعني خلال الثلاث شهور الاولى ما بدنا نزيد ولا كيلو. اذا بدنا نزيد خلال الثلاث شهور بنزيد كيلو واحد فقط. فاذا انت عم تاخذي وزي ما بتقولي لي انت نفسك مفتوحه كثير على الاكل، فهذا لسه احنا كثير بدري عليه، بنبلش في فتح الشهيه تقريبا من نص الشهر الرابع. فانت كثير بدك تنتبهي على أكلك، بدك تنتبهي تنظمي شهيتك، بدك تختاري اختيارات صحيحة، قليل السعرات، الأكل اللي بدك تختاريه قليل بالسعرات وغني بالقيمة الغذائية وعالي بالقيمة الغذائية. فهي نقطة كتير مهمة بدنا ننتبه لها يا صفاء. أنت أكيد هلأ الموضوع نفسي أكتر من ما هو فعليا أنت بتكون جوعانة أو أنت اختياراتك خاطئة فعم بتجوعي كتير بسرعة. ماشي صفاء. هلا بالنسبه لسؤال رشا، احنا كنا عم نحكي عن الرسم البياني للاطفال. الرسم البياني ببين هذا مربي لك وللمشاهدين، من خلال الرسم البياني احنا بنعرف اذا الطفل عنده سمنه او لا. اذا كان عندنا كتله الجسم بناء على العمر، احنا بناخذ كتله الجسم بنقسم الوزن في الكيلوغرام على مربع الطول، بيطلع معنا رقم، هذا الرقم بنسميه كتله الجسم. بنمشي في التشارت بناء على العمر كمان. هلا هذا التشارت للاطفال من سن سنتين لسن 18 سنة. فإحنا يعني الأطفال هم دائما بين هاي الفترة من سن سنتين ل 18. بنشوف هو إذا كان بين الخمسة نسبة مئوية لل 85، يعني اللون الأخضر بيكون هو وزنه طبيعي. إذا كان أقل من 5% فهو عنده نحافة شديدة. إذا كان بين ال 85، يعني خلينا نطلع في الصورة لفوق، بين ال 85 وال 95 الخط الأصفر، هون عنده زيادة في الوزن، فلازم ننتبه كتير كتير على وزن الطفل ونحاول ننزله. وإذا كان فوق ال 95% فهو أكيد عنده سمنة، وهون لازم ناخذ تدخل جدي ونبلش في الموضوع مع حدا مختص، مع أخصائي تغذية، إنه ننزل الوزن للأطفال. فهذا التشارت بناء عليه إحنا بنعرف الطفل وين. إمجد كمان مرة معنا على الهواء لليوم، صباحك يا إمجد. يا روشي، احنا بنفقدك كل اسبوع. اهلا، صباح النور، منورين حبيبتي. تسلمي، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، شوفتكم بتبسط. تسلمي حبيبتي، تفضلي. اي، سؤالي الك ميروبي، عندي اجري الركبه، منطقه الركبه عم بتوجعني يوم اثنيها ويوم افردها كمان بتوجعني كثير، مثلا اذا وقفت كثير اخرى كمان بتوجع. وعندي كتافي وركبتي، بسوي التمارين اللي بتعمليهن برتاحن عليهن، بس برد بعد فتره يوجعني. عمرو صار معك اصابه بالركبه؟ لا، يعني هي بس وجع من وقفه مثلا، من تعب. تعب ارهاق. او بدي اسال، تفضلي. او بدي اسال مجد، عندي بنتي عمرها سنتين ونص وحلك الوزها بالتهبن وركبتها بتنفخ، فما بعرف شو بدي اطعميها عشان يسهل البلع عليها، فبتضلها طول الوقت ما بتاكل من مره وبدها تعيط من وجعها. اوكي، اكيد رح اجاوبك. شكرا لكم، صباحكم سعيد. شكرا يا إمجد، شكرا على اتصالك. إمجد، بالنسبه للركبه اكيد رح نجاوبك بالفقره الثانيه من برنامجنا، لان احنا مخصصين الحكي عن الركبه بالذات. اكيد ان شاء الله بنقدر نعطيكي الحل ونعرف شو مشكلتك بالضبط. بس خلينا نشوف إمجد. هلا بالنسبه لإمجد، عم تحكي لي عن بنتها عمرها سنتين ونص، لما تكون مريضه لوزها عم بيلتهبوا وبصير عندها انتفاخ في حلقها. فدائما احسن اكل في هذه المرحله هو الليكويد
السوليد يعني السوائل، والسوفت الاكل الناعم مثل يعني مثلا اللبن، او كمان الاكل المهروس بقدر اعملها اي شيء مهروس بيكون كمان سوفت وخفيف على البلع، وكمان دائما السوائل كثير منيحه فبقدر اركز لها على الشوربات، بقدر اركز لها على الحليب، بقدر اركز لها على الالبان، او اي شيء كمان انا بقدر اهرسه على البلندر واعطيها اياه. فاحنا ما يعني ما بنخاف عليها اذا احنا عم نعطيها جميع المغذيات، ولكن اذا انت ما عم تعطيها اكل وعم يعني تستكفي هي مثلا في المي او بالسوائل هذا كمان غير كافي، فاحنا بدنا نحاول نهرس لها الاكل نعطيها اياه. شكرا لاتصالك ام مجد. هلا حكينا مربي عن الاسباب والسمنه ومخاطر السمنه، هلا بدنا ننصح كل الاطفال اللي عندهم سمنه ومش عارفين ايش ممكن ياخذوا او نظامهم الغذائي كيف ممكن يكون. انا حاولت اغطي كل المجموعات الغذائيه للاطفال، عم بحكي عن الخضره، عن الفواكه، عن الحبوب او النشويات، وعم بحكي عن البروتين، وعم بحكي كمان عن الكالسيوم او مجموعه الالبان. فانا في النظام الغذائي اللي معي هون انا مغطيه جميع المجموعات الغذائيه، فإذا إحنا أخذنا هاي الكميات أكيد رح نحافظ على وزننا وأكيد رح نحافظ على صحتنا إنه عم ناخذ جميع المغذيات الأساسية. خلينا أعطي مثال كيف بنقدر إحنا نبلش مع الأطفال وكيف بنقدر تكون تغذيتهم صحيحة. أنا بفضل دائما يكون في عنا قبل المدرسة إشي بسيط ترويقة، خلينا نحكي اللي هو مثلا كاسة حليب، ممكن تكون ساندوش صغير، ممكن يكون أي إشي تاني، ولكن كاسة الحليب هي من الأشياء المهمة. وما ننسى إنه الأطفال تقريبا بدهم حصتين من الحليب يوميا، يعني لو حكينا واحدة أخذها على المدرسة أو قبل المدرسة، وأنا هون جايب الحليب عموز عشان تغيير للأطفال وما يزهقوا، ونحاول كل مرة ننوّع لهم بشكل معين. ثاني شغلة هو الإفطار. الإفطار هو إشي كتير أساسي للأطفال سواء كانوا في المدرسة أو قبل المدرسة من عمر سنتين وطالع، بدنا دائما ننتبه إنه نعطي الولد فطوره، هيك عم نحاول ننظم تغذيته، بنحاول نعطيه المغذيات الأساسية اللي هو بحاجتها، وكمان نبعده أو نحميه من السعرات الفارغة اللي ممكن تيجي من الجانك فود. فأنا هون مثلا جايب ساندوش الحبش مع الجبنة والخضرة حواليه، وهيك أنا عم بغطي تقريبا كل المجموعات الغذائية من بروتين من نشويات ومن خضرة في هالساندوش، وهيك أنا بكون ضامنة أنه الطفل عم باخد المغذيات تبعته. غير هيك احنا بعد وجبة الافطار ممكن ناخد سناك حبة فواكه، والفواكه لازم تقريبا للأطفال عم بحكي ياخدوا من حصة لحصتين يوميا، فإذا هو أخذ كل يوم حبة فواكه أو حبتين فواكه بكون كتير منيح، هذا المعدل الطبيعي لإله. ما بدنا ناخد كميات كتير كبيرة أو نبالغ في الكميات، لأنه كمان ما بده يصير عنا سمنة حتى من الأشياء الصحية. فمثلا إذا احنا عم ناخد حبة فواكه أو تنتين فهو كافي لولد صغير. بعد هيك ممكن نيجي للطبق الرئيسي اللي هون مثلا معانا الرز. رز هون انا عندي تقريبا كوب، ولكن الاطفال في سن مثلا كوب، هون عم بحكي عن طفل عمره 8 سنين او 9 سنين، ولكن اذا كان عمره اصغر من هيك ممكن ياخذ، اذا عم بحكي سنتين ثلاثه ممكن ياخذ بس ثلث الكميه، اذا كان عمره 5 سنين او 6 سنين ممكن ياخذ نص الكميه، ولكن اذا عمره تقريبا 9 سنين ممكن ياخذ كل هالكميه مع صحن الخضره. وما بننسى الخضره، ممكن تكون سلطه، ممكن تكون خضره مطبوخه مثلا ملوخيه، سبانخ، هي اللي خضرة احنا طبخينها في البيت، ودائما مهم ان نعود الاطفال انهم ياخذوا الخضرة. بعد هيك الاولاد بحبوا الاشياء الزاكية، ممكن نعطيهم كوكيز، بس انا عاملة هون كوكيز صحي اللي هو كوكيز الشوفان، فبنقدر نعطيهم كوكيز او حيلا اشي هو كمان صحي، او مثلا في سيريال بارز اللي هم بكونوا معمولين من الحبوب ومدخل لهم بعض الفواكه المجففة وبعض المكسرات، او ممكن نعطيهم كتسالي مرات البشار او البوب كورن، هو كمان من الافكار الحلوة للاطفال وقليلة بالسعرات الغذائية، والاطفال برضو بحبوها كمان. مزبوط، وانا بحب اعطي البوب كورن كبديل للتشيبس، هو بس الدهون والسعرات الحرارية كتير فرق بينه وبين التشيبس. نيجي لفترة المساء بكون احنا ضايل عنا كمان حصة من الألبان ممكن ناخدها على الليل، مثلا كاسة الحليب، وممكن ناخد كمان حصة من الفواكه اللي هي ممكن تكون موزة أو ممكن تكون كمان مرة تفاحة. فمنشوف الطفل إذا هو إيش كمان الفواكه اللي هو بحب ياخدها، ودائما نحاول نشرك الطفل في خياراته، يعني منحين بنقول له إيش بتحب تاخد، حبة الفواكه بتحب تاخد، موزة بتحب تاخد، تفاحة، منحب دائما نشرك الطفل إيش هو بحب يأكل. كذلك على
الغداء، مرات بنحب نساله ايش بتحب تاخذ اليوم، رز او معكرونه، فهاي الاشياء احنا بنحاول نوجهه على الاكل الصحي وعم نعطيه اكل مفيد وهو كمان حابب ياخده، فهي طريقه كثير مهمه انه نشرك الاطفال في اختياراتهم الغذائيه وفي وجباتهم، وهيك هم بصيروا ياكلوا بطريقه صحيه ويبعدوا كمان عن الجانك فود او الفاست فود اللي هو عالي بالسعرات الحراريه وقليل بالمغذيات. وهيك بنكون بدلنا بدائل صحيه للاكل الغير صحي، وبالتالي هيك بنكون زدنا من احتماليات وزدنا من احتماليه عدم الاصابه بالامراض ومن احتماليه قديش ممكن الطفل يكون منتج في هذاك اليوم، مصحصح في هذاك اليوم، عم بيعطي، عم بيركض، عم بيلعب، وهذا الشيء كثير بياثر. الاكل شيء كثير اساسي وضروري نركز عليه من خلال اكلنا، من خلال حياتنا اليوميه، من خلال اسلوب حياتنا كاهل، كمدرسه او كاصدقاء. مزبوط مربي، وهيك خلصنا اليوم موضوعنا بالنسبة لسمنة الأطفال. أكيد في حلقات تانية رح نحكي عن مواضيع تانية وعن مواضيع بالتغذية أكيد بتهمكم أو أنتوا بتسألونا عنها أو بتحبوا نحكي عنها. وهيك إحنا جاهزين نروح بريك صغير وبعدها راجعين. أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا، أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا، يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا، يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا، أصبح عليك الخير يا بلدنا. يا بلدنا الله يحميكي
الله عليك. نور الشمس يا نور عينيك، انت حلوة ما شاء الله عليك. Throw.
رجعنا لكم متابعينا، وصلنا هلأ لفقرة الرياضة. طبعاً موضوعنا كتير مهم لأنه هو بتعلق في الركبة ومشاكل الركبة، وأي حدا بده يعمل تمارين للركبة طبعاً عشان تصير سليمة أكتر فلازم يحضر حلقتنا لليوم ونشوف التمارين اللي رح تسويها ميروبي. ولكن قبل عنا مشاركات من بعض الأصدقاء على الصفحة، خليني أذكرهم. نسمة بنحكي لها شكراً على مشاركتك. طبعاً سائد موقودي بسألني عن نظام غذائي هو متبعه. سائد هو نظام، انت عم تسألني عم بتستخدم، هو متبع نظام غذائي من 7 شهور، نقص عليه تقريبا من وزن 120 ل 82. طبعا هذا اجتهاد كتير منيح، ولكن النظام زي ما انت بعت لي هو غير صحي او غير مدروس 100%، فلازم تتبع مع حدا مختص عشان ما يصير عندك مشاكل لاحقا. فانت بدك تشوف اي حدا قريب من منطقتك مختص في التغذية واكيد تتبع معه عشان ما يصير عندك مشاكل غذائية. وبالنسبة لشهد جابر بتسألنا كيف تقدر تجاوبنا على السؤال، تقدر تراسلينا على صفحتنا على الفيسبوك، واحنا بنشكر تواصلك. وشكرا كثير يا شهد، شكرا لكل الناس اللي دائما بترسلنا على الصفحة وبتحب تشاركنا، وإحنا كمان نسعد أو ننبسط في مشاركتكم. وخلينا هلأ نشوف ميروبي إيش عندها. اليوم حلقتنا مميزة وموضوعها كتير مهم لأنه رح نحكي عن الركبة، والسؤال اللي رح نجاوبه هو كيف نحافظ على ركبة صحية خالية من الأوجاع ومن المشاكل. عشان هيك عندنا اليوم 10 نصائح ضروري نتبعهم عشان نحافظ على ركب صحيين وسالمين، لأهمية وجودهم طبعا بجسمنا ضروري نحن نحافظ عليهم، مهمين لأنه إذا صار فيهم أي ضرر مش بس بأثر على الركب، بأثر على كل الجسم وكمان على النفسية. فخلينا نتبع هال10 نصائح كتير صغار، وبعدها رح نعمل تمارين رح تساعدنا نحافظ على ركب صحيين وقوايا. خلينا نبلش بأول نقطتنا لليوم. اليوم رح نحكي عن مشكلة الوزن على الركب، قديش الوزن العالي وممكن انه هو يأثر على فعالية الركبة وأدائها. فطبعا إذا إحنا كنا منعاني من مشكلة من وجع، من مشكلة نفسية ومن تخمة بالوزن، ضروري انه إحنا نهتم بأنه ننزل وزننا. فأول ملاحظة الانتباه على وزن الجسم، عشان الوزن الزايد شو ما كان سببه ضروري انه هو أكيد هو راح يتسبب بالضغط ضرر للركب. فنهتم أول شيء بالوزن العالي. ننتقل للنقطة الثانية واللي هي الإحماء قبل ممارسة الرياضة. وين بتكمن أهمية الإحماء؟ دائما المفصل هو محاط في كتير من الألياف، من الخلايا، المجموعات العضلية، المرابط والأوتار. وبالعادة لما بيكون جسمنا بارد أو مش محمى كفاية بتكون هذه الأوتار يابسة، فكتير مهم نحن نحرك الدورة الدموية ونحركهم شوي شوي وبالتدريج قبل ما نضغط عليهم بالتمرين الرياضي. كتير مهم إنه نحن نعمل هذه التمارين الإحماء علشان نحرك الدورة الدموية ونفعل إفراز السوائل الليمفاوية لتدخل على المفاصل وتلينهم ليكونوا جاهزين لاحتمال الضغط اللي ممكن يتورد ويتولد عليهم بسبب التمارين الرياضية. وثالث نقطة لليوم، ضروري نسمع للركب، ضروري نهتم بالركب مثلها مثل أي جزء بالجسم. مش إنه إحنا بنحركها كل يوم وبشكل طبيعي هي بتتحرك في أي بوزيشن الجسم بياخده، ما نعطي أهمية لأي إشارة ألم ممكن تعطينا إياها الركبة. ضروري في حالة أي ألم ضروري إن إحنا نوقف شو إحنا عم نعمل ونحاول نسمع ونفهم جسمنا هالإشارة عم يعطينا إياها ليش. إن كان في مشكلة نسأل حالنا من وين أجت، هل أنا أجهدت نفسي، هل أنا حملت أكثر من طاقتي، هل أنا عملت حركة غلط. فضروري نهتم للأصوات والإشارات اللي جسمنا بعطينا إياها. كمان نقطة، لازم نستخدم الأسلوب السليم، لأنه طبعا ممارستنا الخاطئة للرياضة ممكن تسبب لنا المشكلة للركب. فكتير مهم نحن نهتم بهالمنطقة لأنها هي دائما الجزء السفلي من الجسم ضروري يكون قوي لأنه بيحمل كل وزن الجسم، والركب هي المتضرر الأكبر. فأي غلط بنعمله بالأسلوب الخاطئ من التمرين ضروري أنه أكيد هو راح يسبب لنا مشكلة، وضروري أنه نحن نهتم للأسلوب الرياضي اللي إحنا بنمارسه. لهيك ضروري يكون عندنا
مدرب مختص او نسال عن الطريقه اللي احنا بنمارس فيها حياتنا، ان كنا بنطمل بنشتغل او بنلعب على البسكليت مثلا عم نعمل حركه غلط، ضروري ننتبه على اسلوبنا الرياضي السليم. خامس نقطة معنا لليوم هي تقوية الجزء السفلي من الجسم. زي ما حكينا قبل، الجزء السفلي هو كتير مهم، ببلش عندنا من الوسط، ببلش من كور تبع الجسم. إن كنا واقفين قاعدين أو بنمشي، فإحنا بنستخدم وسط الجسم وبنعتمد على الجزء السفلي لحمل وزن الجسم. فكتير مهم نحنا نساعد هالركب لتحمل جسمنا عن طريق تقوية العضلات المحيطة في الركبة، مثل بطاط الإجر، مثل الأفخاذ. نحاول هلا عضلات تكون قوية كفاية لتساعدنا نحمل وزن جسمنا بلا ما نأذي الركب. كمان لازم نتجنب الضغط الكبير على الركب، كتير مهم نتجنب الضغط. كيف يعني نتجنب الضغط؟ يعني إذا احنا حسينا حالنا وقفنا لمدة طويلة، ضروري إنه احنا شوي نهتم نقعد، نهتم نريح حالنا. إذا حسينا حالنا نحنا في الرياضة كمان أنتجنا زيادة عن اللزوم، أجهدنا جسمنا في ذاك اليوم، ما نعمل نفس التمرين لنفس المنطقة تاني يوم، لأنه هيك إحنا منزيد وبنجهد العضلة ما عم نساعدها إنها تصير أحسن. وكمان نقطة كمان لازم نتجنب الزيادة المفاجئة. إذا اليوم إحنا كنا عندنا نشاط زائد من اللزوم، رحنا على النادي الرياضي وعملنا التمرين وحسينا حالنا بنقدر نعمل كمان، فعملنا زيادة مفاجئة، رفعنا وزن كتير عالي، وبالتالي هون إحنا حسينا بألم العضلة، ممكن العضلة تستفيد ولكن المفصل للأسف بيكون اتأذى بهاي المرحلة. فكتير مهم ما نعمل زيادة مفاجئة، دائما إذا بدنا نزيد نزيد بالتدريج. وآخر نقطة معانا لليوم رح نحكي عن اختلاف نوعية التدريبات. كتير مهم إذا إحنا ناس بنحب نركض نمارس رياضة الركض، ما نجهد ونعمل جسم من هذا التمرين نفسه لمدة طويلة، يعني ما نركض 5 مرات بالأسبوع وننسى أنه في تمرين تاني لازم نعملها الجسم وما يتعود على نوع واحد من التمرين. نفرض نحن بنركض كل يوم، ما نبخل على حالة يوم نعمل تمرين على البسكليت مثلا لنحرك الركب ومفاصل الجزء السفلي من الجسم بطريقة أخرى، لنعود جسمنا على أكثر من نوع من التمرين وما نجهده ونعوده على نوع واحد، وبالتالي ممكن يسبب لنا المشاكل. فدائما نتذكر انه ركبنا مهمين جدا، وممكن انه وجعهم يحسسنا بالضعف، يحسسنا ان جسمنا مش قادر يعطي في ذاك اليوم. مشكلة الركب ممكن تعملنا نفسية مش حلوة، لانه بصير تفكر بالالم اكثر من انت بتعمل اي اشي تاني. اذا انت واقف وعم تعمل اشي كتير حلو ولكن حاسس بالالم، ساعتها ممكن انه انت نفسيتك تختلف، وهي مشكلة كتير من الناس بوجهوها. فكتير مهم ننتبه على الركب من خلال النصائح اللي حكيناها لليوم. ولهيك قررنا في التمارين الرياضية نعمل تمارين بتساعدنا نحمي الركب بالطريقة الصحيحة، بتساعدنا كمان نوقف صح ونمشي صح ونعمل تمريننا صح. فرح نعطي كم من تمرين وكم من وضعية من وضعيات الجسم اللي لازم ننتبه عليها وإحنا بنعمل الرياضة. ولهيك خلينا نبلش مع بعض، نبلش بإحماء منطقة الركب أو الستريتش وتحريك الدورة الدموية to target أو لنستهدف منطقة الركب. فكتير مهم لما نرفع ركبتنا لفوق بهالطريقة، كتير مهم نحنا نكون عارفين إنه عم نضغط وعاملين بإيدينا سبورت على الركبة بالضبط، عم ندفعها على قد ما بنقدر على اتجاه البطن، فبنرفعها لفوق، وبهالطريقة كمان نحن عم نحمي العضلات الفخذ الخلفية. فحركة بسيطة مثل هاي بس بنفس الوقت عم بتلين هالعضلات، بتلين هالمفاصل اللي نحن بحاجة لها. الحركة الثانية ممكن نعملها انه نرفع الركبة لورا، ولما بنعمل هاي الحركة ضروري ننتبه على اكثر من نقطة. اول نقطة الاهتمام بالركبة اللي تحت، اذا احنا مش حاسين بالتوازن ممكن ان نعمل تانية صغيرة بالركبة اللي تحت زي ما انتم شايفين هون على الشاشة، ما نخليها كتير دغري، ما نعملها اللوك لانه هيك بتصير تتحمل ضغط كتير عالي، واحنا فكرتنا تليين الجزء المتني من الاجر. فمن هون كمان ننتبه على النقطة الثانية اللي هي الهيبس أو الخصر، كتير مهم ما نرفعه بهالطريقة لفوق، احنا عم نأذي خواصرنا ومنزيد الضغط على الركبة اللي تحت. فضروري ننزل الركبة بشكل عمودي باتجاه الأرض وننزل الهيبس لتحت. خلينا نعمل نفس التمرين للإجر الثانية، ونراعي كل النقاط اللي احنا حكيناها لفوق، نتنفس
دائما ضروري نتنفس خلال التمرين وننزله لتحت. رح نعطي كمان تمرين احنا ممكن نعمله اللي هو الحفاظ على الركبه ولتليين المنطقه. هون بنقدر احنا نثني الاجر لتحت ونضغط الاجر بهالطريقه والركبه ندفعها لتحت، بنحس بالاطاله بالفخذ الجانبي والتليين في هاي المنطقه والاجر الثانيه. ودائما نتنفس، الاكسجين كثير مهم لاطاله العضلات وتليين المفاصل. من هون قبل ما بلش اي تمرين بيختص بالجزء السفلي من الجسم بدنا نحرك الركبه، خصوصا الناس اللي عندها اوجاع ضروري تعمل سبورت او دعم لهالمفصل. فمن هون بنحط ايدنا على الفخذ وبنحرك الاجر من تحت بشكل دائري زي ما عم بعمل، ومن هون بالطريقه العكسيه مع النفس دائما. وننتقل للاجر الثانيه ولا العكس. هالتمارين طبعا ينصح بممارستها كل فتره، نحن مش بس اذا بدنا نعمل رياضه، كمان كل فتره احنا بنوقف فيها لمده طويله. من هون رح ننتقل لتمرين ثاني ورح نعطي فيه قاعده كثير مهمه بالنسبه للركب. دائما الركبه لما بنعمل عمليات او حركات التني كثير مهم تكون زاويتها زاويه 90 مع كعب الاجر، ما بصير تتعدى الركبه التوز او رؤوس الاصابع، لانه هون احنا بنزيد الضغط وبنأذي الركب. فلهيك لما نعمل اطاله للجزء السفلي من الجسم ضروري نخلي ركبه مستقيمه على الكعب بزاويه 90 مع باقي الاجر، ومن هون نرفع الكعب وبننزل لتحت. عم نعمل إطالة للفخذ الخلفي والأمامي وبنفس الوقت إحنا محافظين على ركبتنا كتير صح. رح ننتقل على الشقة الثانية ونعمل تمرين الإطالة هذا بنفس الطريقة، ننتبه على الزوايا، ممكن نستعين بمراية إن كنا بنادي رياضي أو بالبيت، ننتبه إن إحنا بنطلع على حالنا بنشوف إذا بنعمل التمرين صح أو لا من خلال المراية. من هون نرفع الكعب وبنزيد الضغط على الجزء السفلي من الجسم ومع الحفاظ على زاوية 90 ونطلع لفوق، نرخي الإجرين وعضلات الإجرين بهالطريقة. كمان نعطي ملاحظة بالنسبة للناس اللي كتير منطمل لتحت ومن طول الأغراض، نحكي عن التطميل لتحت، كتير مهم ننتبه على عدم تقوس الظهر بهالطريقة. كتير مهم لما ننزل نعمل تمرين السكوات أو القرفساء ننتبه إنه ظهرنا كتير دغري وعم ننزل لورا من طول اللي بدنا إياه ومنطلع، ومع مراعاة أيضا إنه ممنوع الركبة تتعدى رؤوس الأصابع. فلما بنزل أنا بهالطريقة نحاول تكون بالشكل الطبيعي الاجر باراليل مش لبرا ولا لجوا، ومن هون لما بنزل بحاول انه ركبي ما يتعدوا من مره رؤوس الاصابع. ان كنا بنعمل تمرين اللانجز اللي هو تمرين اللانج ننتبه انه دائما زوايا 90 دائما، ان كنا بنطمل عم نمشي عم نطلع درج ضروري ننتبه على زوايا الجسم، نحاول نفكر فيها بطريقه غير مباشره انه ما نضغط حالنا ها بدي اعمل انا 90 درجه، لا نخليها نظام طبيعي لحركه جسمنا. لما امشي دغري نخلي كل الوزن على المفاصل بالتساوي، ما نحط الاجر على الارض بكثير وزن وبالكعب وبوز الاجر مره واحده على الارض، نحاول كعب اجر كعب اجر. بالاضافه واخر ملاحظه عندنا اياها لليوم اللي هي الاهتمام بالحذاء الرياضي، كثير مهم ما نهمل هاي المنطقه، ما نحاول نجيب حيلا شيء للاجر، كثير مهم نلبس حذاء ملائم لنوع الرياضه اللي نحن بنعملها او في يومنا العادي، ما نهمل هذه الخاصيه لانه هذا الموضوع ممكن ياثر على الظهر، ممكن ياثر على مفاصل الركبه بالذات وايضا على الكاحل من تحت، ومشيتنا طبعا بتتاثر، فضروري كثير مهم ننتبه على نوعيه الحذاء الرياضي، نجيب انواع منيحه، انواع معروف لايش هدفها، ان كان للركض، ان كان للتريننج شوز، ان كان
لنوع رياضة معينة أو إن كان حذاء عادي نلبسه بشكل يومي. فنهتم كمان نلبس أشياء صحية بإجرينا للتهوية والنظافة، أكيد شيء أساسي، وهيك بنكون حافظنا ومنعنا من أي مشاكل تصير في ركبنا خلال التمرين وبعد التمرين. وهيك بنكون خلصنا فقرتنا لليوم، وصار الوقت نذكركم بسؤال حلتنا. ثانك يو ميروبي. وهلا صار لازم نذكر المشاهدين في سؤال حلقتنا، او اي حدا ما عرف شو هو السؤال حاب يعرف وبقدر يتشارك معنا على صفحتنا على الفيسبوك. في سؤالنا بحكي: ما هو معدل ضربات القلب لشخص في عمر 30 عام؟ هل هو 150 ضربة، هل هو 200 ضربة، او 190 ضربة؟ اللي بيعرف الاجابة الصحيحة بيقدر يراسلنا على صفحتنا او يحط كومنت على الصفحة في صفحتنا على الفيسبوك برنامج عود الرومان او هاشتاج عود اندرسكور الرومان. وهيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا كثير على متابعتكم، ونشوفكم في حلقات جديدة. الى اللقاء.